اتفضلي يا ستي، ادي عاد البيت والعربيه متسجلين متوثقين زي ما طلبتي. لو ممكن ترضي عني بقى. شفتي؟ شفت بيعمل كل حاجه هو عشان يرضيك. يرضيني بعد ايه يا عليا؟ بعد البهدله والاهانه؟ وريتها جت على كده وبس. ده كمان بيشك فيا. بصي صراحه انت عندك حق في كل اللي انت بتقولي، بس معلش اديله فرصه واحده، فرصه اخيره. وانت كمان ما ينفعش ابدا بعد كده تعايرها باللي انت بتجيبه لها ولا تشكك في شرفها. عيب يعني، ما يصحش كده ابدا. انا اديت فرص كتير قوي يا عليا، بس المره دي بجد مش قادره. انا اصلا مجرد كلام في الموضوع ده بيعصبني. وانا مش عايزك تتعصبي ولا حاجه، انا كل اللي طالبه بس انك ترجعي بيتك تاني. يا سلام بالبساطه دي. المفروض ان انا اطلع دلوقتي اجيب شنطتي واطلع على البيت اكن مفيش اي حاجه حصلت، صح؟ هنا انتي طلباتك ايه دلوقتي؟ انا محتاجه اخد وقتي وافكر واشوف انا عايزه ايه. ايوه مصطفى، وانا ما عنديش اي مانع ان انتي تاخدي وقتك تهدي. انا بس كل اللي بطلبه انك ترجعي بيتك. انا كده كده مش موجود في البيت، يعني مفيش اي سبب يخليكي ترجعي لبيتك. انا هقوم اعمل قهوه. خليكي قاعده، خلينا نوال تعملها لي. لا معلش، انا عايزه اعملها بنفسي. امجد، بصرف النظر عن تصرفاتك السخيفه معايا واللي لازم تتغير، في حاجه اهم من كده؟ يعني انا مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس امسك نفسك شويه، اتقل شويه. انا كست بفهمك ان مفيش اي ست في الدنيا بتطيق الدلقه ديت. اه، وبطريقتك دي على فكره لا يمكن هترجع لك. الموضوع مش موضوع دلقه يا علي، انا عارف اني غلطان وضميري مأنبني تجاهها، بحاول ارضيها بس مش اكتر. بس انت شايفه رد فعلها عامل ازاي؟ ايوه بس مش بالطريقه دي، مش بالاوفر ده، عشان كده هي بتسوق في دلالها معاك. ايه الاخبار؟ ايه بوسينا قامت ليه؟ راحت تعمل لنفسها قهوه، هروح اشوف. هديت شويه؟ ارتحت؟ مش هرتاح غير لما ترجع البيت يا عمرو. اديها شويه وقت يا امجد، يعني اكيد الزعل مش هيستمر على طول. انا بجد ما بقتش عارف ارضيها ازاي. عايز تعرف ترضيها ازاي؟ الست تحب الراجل اللي واقف على رجليه وصلب طوله، هو ده اللي تعجب بيه وتجري وراه. ارجع امجد بتاع زمان، البيزنس مان الناجح. اهتم بشغلك وتابعه، اتلهي فيه شويه عشان الوقت يعدي، وبعدين عشان ما نبقاش سايبين الشركه احنا الاثنين. ليه وانت فين؟ وانا مش مسافر بدالك المؤتمر، ولا تحب تروح انت؟ لا لا، فيش دماغ لسفر ومؤتمرات دلوقتي خالص يا عمرو. خلاص، يبقى تركز في شغلك في الشركه علشان ما نغرقش امجد. حاضر، لا ربنا ما يجيبش عرق. من بكره انا في الشركه من الصبح. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.